السلام عليكم عشاق ومتابعي قناة علي فلوق، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، الأمور ديالكم مزيانة بلا شك. كما قريتو في العنوان بأنه اليوم غادي نتكلم على جوجل أدسنس. صراحة اليوم وصلني البي ان كود مع جوجل أدسنس. ها هو كما كتشوفوا البي ان كود وصلنا عند جوجل أدسنس. صراحة غادي نشرح لكم كيفاش المرحلة الأولى والثانية والثالثة والمرحلة الرابعة اللي هي وصول البي ان كود. صراحة غادي نبدا من كيفاش جمعت 4000 ساعة و1000 مشترك. 4000 ساعة و1000 مشترك تقريبا جمعتها في 6 أشهر، ومن هذا المنبر هذا كنحيي جميع المشتركين قناة علي فلوغ اللي صراحة كدعموني بالتعليق ديالكم وباللايك ديالكم، وإن شاء الله غادي نعطيو المزيد إن شاء الله تعالى. المهم غادي نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو 4000 ساعة و1000 مشترك اللي جمعتها في 6 شهور تقريبا. بعد ذلك دفعت القناة ديالي للمراجعة تقريبا اللي استغرقت 3 أيام، 3 أيام ردوا عليا قالوا لي بأنه تم قبول القناة ديالك باش تدخل معنا. المهم ردوا عليا قالوا لي راه قبلنا لك القناة ديالك باش تدخل معنا البرنامج شركاء اليوتيوب. وبالنسبة لواحد الملاحظة بغيت نعطيها لكم، غير على حساب هذوك الناس اللي كيلوحوا دوك الفيديوهات في اليوتيوب وكيقول لك بأنه الأسبوع غادي تجمع 4000 ساعة و1000 مشترك. 1000 مشترك ممكن تجمعها، ولكن 4000 ساعة راه صعيبة وصعيبة بزاف، حيتاش ضروري اولا الا بغيتي تجمع 4000 ساعة في الأسبوع خاصك فيديو يكون فيه ساعة او لا ساعتين. حنا كنديرو فيديوهات على الاقل كيكون فيهم ديك 15 دقيقة حتى 20 دقيقة، الا فلوغيتي ودرت شي فيديو كتكون فيه 15 حتى 20 دقيقة. يعني صعيبة وصعيبة بزاف باش تجمع 4000 ساعة في أسبوع. المهم غادي ندوزو للمرحلة الثانية بعد القبول القناة. جات المرحلة أخرى اللي هي المرحلة الثالثة اللي هي باش تجمع 10 دولار، باش تجمع 10 دولار باش يجيك البي ان كود. صراحة 10 دولار صعيبة وصعيبة بزاف، فيها تمارة، هي اللي فيها تمارة بزاف. 10 دولار كيفاش جمعتها؟ كندير أولا خاصك دير الفيديوهات. أنا تقريبا كندير كل أسبوع كندير فيديو، وكاين اللي كيدير فيديو كل نهار كيدير فيديو كيلوح فيديو. وبالاخص الا بغيتي تجمع 10 دولار خاصك دير فيديو على الاقل تكون فيه 8 دقائق 10 دقائق. كنصحكم فيديو تكون فيه 8 دقائق 10 دقائق، يعني صراحه كل ما الفيديو طويل يعني راه كتدخل فيه شويه ديال الدولار. اما الفيديوهات ديال 2 دقائق 3 دقائق راه صعيبه، حيت الاغلبيه ديال الفيديوهات 2 دقائق 3 دقائق هذوك الاشهار في الاول ولا في الاخير، ماشي بحال الا درتي الفيديو فيه 8 دقائق و10 دقائق. يعني كيعطيك واحد الفرصه بانك دير الاشهارات في البلاصه اللي بغيتي، يعني كيطلعوا لك شحال ديال الاشهار. المهم بعد جمع 10 دولار الحمد لله تقريبا اللي استغرقت، المهم جمعت 10 دولار في 6 اشهر تقريبا 6 شهور. وغير واحد الملاحظة بغيت نعطيها لكم، الله يجازيكم بخير الإخوان اللي عندهم القنوات ديالهم في يوتيوب وبقاو يجمعوا ديك 10 دولار، النصيحة ما تبعوش ديك الطريقة ديال الفي بي ان. يعني راه اليوتيوب عنده المسائل ديالو باش كيراقب القنوات ديالكم، يعني ما تبعوش الطريقة ديال الفي بي ان باش تجمع 10 دولار. يعني راه شحال من واحد كيتبع ديك الطريقة ديال الفي بي ان كيجمع الدولار، ولكن في آخر الشهر كيحيدو له كلشي. يعني كتلقاه راسك جمعتي 4 دولار 5 دولار، ولكن ملي كتدخل شهر اخر يعني واحد ولا جوج في شهر اخر راه كيحيدوا لك كلشي، كيخليو لك غير دولار ولا 0.50 ولا 0.80 على اي. المهم اش كيحولوا لك لهذا الجوجل ادسنس ديالك؟ اش كيحولوا لك؟ كيحولوا لك غير ديك 0.50 ولا 0.80 اللي بقات عندك، يعني كلشي داكشي كيحيدوا لك. يعني الا بغيتي تجمع 10 دولار حاول تحط الفيديوهات باش يتفرجوا فيك الناس، ويكون شي محتوى زوين باش يتفرجوا فيك الناس باش تجمع ديك 10 دولار. المهم بعد جمع 10 دولار كيوصلك واحد الميساج في الجيميل ديالك، يعني كيتسمى تحديد الهوية. يعني خصك تحدد لهم الهوية ديالك، يعني اش كتسمى هادي؟ يعني ضروري خصك
صور ليهم لا كارت ناسيونال ديالك. شحال من فيديو دخلت ليه في اليوتيوب ديك الساعه ملي جاني داك الميساج، شحال من فيديو دخلت ليه في يوتيوب كيقول لك لا خصك تصور البطاقه الوطنيه ديالك في الجهه الاولى اللي فيها الصوره ديالك والجهه الخلفيه اللي فيها العنوان والمسائل. لا انا صورت لهم غير الصوره الاماميه اللي فيها الصوره ديالي، يعني الواجهه الاماميه اللي فيها الصوره ديالي اللي صورت لهم وصيفطتها لهم. تقريبا النهار جاوبوني قالوا لي صافي راه تم تثبيت تاكيد الهويه. بعد تاكيد الهويه الاخوان كيقول لك عندك هنا خمس ثلاثه ديال الاسابيع غادي يوصلك واحد الكود. فعلا صراحه جاتني الرساله النهار 17 في الشهر 11، يعني اليوم 8 في الشهر 12، يعني تقريبا 21 يوم بالتمام والكمال اليوم وصلني البي ان كود كما كتشوفوها. ها هو البي ان كود كما كتشوفوها هو، يعني تقريبا راه تقريبا 21 وفات وصلني. المهم الاخوان غادي نحاول دابا غادي نحل البي ان كود ديالي وغادي نحاول كيكون في واحد الكود لداخل وغادي نحاول كيتسمى هذا تاكيد العنوان، يعني هنا فين كيعرفوك بانك انت هو مول القناه وانت هو مول جوجل ادسنس. يعني انا غادي كاين واحد الكود هنا، يعني غادي ندخل للجيميل ديالي غادي نكليكي على واحد اللين تمايا غادي يقول لك، ولا غادي ندخل لجوجل ادسنس غادي نلقى واحد الخانه تما باش ندخل ليه هذا الكود ان شاء الله باش نفعل جوجل ادسنس ديالي. المهم الاخوان غادي نحاول باش ندخل هذا الكود هذا لجوجل ادسنس، حيت ملي كندخل لجوجل ادسنس ديالي غير واحد الملاحظه، ملي كندخل لجوجل ادسنس ديالي كتلقى الفوق واحد الميساج كيقول لك تم تعليق مستحقاتك الماليه الى حين التوصل بالرساله، يعني حتى كتوصل بهذه الرساله هذه وكتدخل داك الكود عاد ديك الساعه كتفعل جوجل ادسنس ديالك. المهم انا غادي نحاول باش ندخل هذا الكود هذا ونفعل جوجل ادسنس ديالي. وصراحه هذا الفيديو هذا راه غادي نلوحو كما كنهضر، يعني كنهضر فيه عفوي ما غادي نمونطيه ما والو نهائيا، ما كان لا مونتاج لا والو كما هضرت في الفيديو غادي نلوحو ان شاء الله. وصراحه كنشكر جميع المشتركين اللي كانوا في القناه ديالي، وان شاء الله اللي مازال ما اشترك يشترك معايا في القناه. وكنتمنى لكم الناس اللي عندهم القناه وديروا في يوتيوب كنتمنى لكم التوفيق، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.